زينب ميسر سيدة عشرينية من الموصل خسرت ساقها بقذيفة هاون وطلقها زوجها إثر ذلك. زينب تعيش هذه الأيام وضعا صعبا جراء طلاقها وعدم قدرتها على توفير قوتها اليومي جراء ضعف الدعم المقدم من الحكومة العراقية لها ولغيرها من النساء اللواتي يعانين الظروف ذاتها. فبشهر رابع تقريبا ساعة 11 بالليل كنا نايمين بغرفة واحدة، نحن ثمان فرد، سقط علي هاون برجلي اليسار انفلق برجلي، اللي تأذى بهم أنا تأذيت، ما حد تأذى من أهلي. ايه فرغم كل هذا الشيء ساعة 5 الصبح أهلي ودوني للمستشفى وعلاج ماكو، يعني ما حد يقبل يعالجني لأن شهر رابع كان اقتحام على السرشخانة. ايه ف أي حد من جيران أهلي ساعدوني بطل دم إنه رجعت حياتي، إلا داعش ما قبل يعالجني نهائيا لأن كان حروب صعبة، فمن عالجوني يوم الثاني طلعوني. المنظمات غير الحكومية كشفت عن أسباب ضعف الخدمات والبرامج التي تقدمها الدولة للمطلقات، وهي تزاحم المسؤولين المتنفذين الذين يقودون منظمات تابعة لسياسيين من محافظات أخرى في أخذ الفرص بالموصل. نسقوا مع المنظمات من أربيل، أبو الشمال قام يجي هنا يخلي له فرع هنا ويخلي له منظمة هنا، أبو الجنوب نفس الشيء، أبو بغداد. زين إحنا إعمار الموصل وأي شيء يجي الموصل من حقنا إحنا كمنظمات، إحنا أساساً من الموصل، مفروض ما حد يجي يشاركنا بهاي الأمور. أشو إحنا نقدر نروح على بغداد وناخذ؟ والله كل شيء ما نقدر. أربين نقدر نطبها وناخذ، إذا ما يقول لك إجازتك وسيني وجيه ما نقدر ناخذ شيء. الحكومة المحلية في الموصل تتهم الحكومة في بغداد بالتقصير لعدم فتح الباب أمام جميع المشمولين بالرعاية الاجتماعية واقتصارها على الواسطات عن طريق النواب بما يسمى بالشمول الخاص من خلال تقديم الأسماء للمستقدمين للرعاية عن طريق بعض نواب نينوى. تم استحصال موافقة ب 4000 مقدمة، يعني 4000 من هم متقدمين للطلب من الأرامل والمطلقات ذوي الاحتياجات الخاصة وكذلك الرجال. حقيقة تم شمول منهم فقط 600 متقدمة. مثل النهار، يزيد 24، الموصل.